بعض الناس لديهم ما يسمى بقراءة الفاتحة، هل قراءة الفاتحة تحلل أو تحرم أو تبيح الخلوة والخروج مع المخطوبة والنزول إلى الأسواق وما أشبه ذلك؟ قراءة الفاتحة في العقد هذا لا أصل له، لا أصل له، ولا تقرأ الفاتحة في العقد أو بهذه المناسبة، وإنما هذه من عوائد العوام. العقد هو الإيجاب والقبول، وأن يقول ولي المرأة زوجتك فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح ورضيت به، فالإيجاب يكون من ولي المرأة أو وكيله، والقبول يكون من الزوج أو وكيل الزوج. هذا هو العقد. نعم. بدون قراءة الفاتحة، الفاتحة ليست مشروعة قراءتها في هذه المناسبة. نعم، يشرع قراءة خطبة ابن مسعود، قراءة خطبة ابن مسعود قبل الإيجاب والقبول، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث الآيات، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الذي يستحق قراءته قبل العقد. أما الفاتحة فلا أصل لقراءتها في هذه الحالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.